التدين بينتج عشوائيا بشكل اجتماعي غير قابل للإمساك، غير قابل للحصر، وبالتالي بيعتمل في المجتمع في الاجتماع، بيشتغل الناس وهي بتمارس التدين مع المطلق. أي. احتكاك هذا المطلق مع الاجتماع بينتج أنماط جديدة. الخطير أنه بيتم تضمينها في البنية الدينية المقدسة وتصير دينا يحمل كل صفات القداسة والإلزام، في حين أنها في طبيعتها من صنع الاجتهاد البشري الإنساني المتغير. طيب. هذه الحصانة الملقاة عليها أي على النص ككل بتجعل أن إحنا لا نستطيع أن نقرب من هذه المنطقة مهما كان ما نريد أن نقربه بشري واجتماعي. نعم. لأنه لا يتم الاعتراف بأنه بشري واجتماعي لأنه صار جزءا من المقدس. هاخد فاصل دكتور وأعود بعد الفاصل إلى آيات التشريع التي تصف بنا قليلة العدد في القرآن. ناخد فاصل ونعود من بعد الفاصل إلى اتجاهات. دكتور، في أحد مقاطع كتابك تقول آيات التشريع في القرآن قليلة العدد وهو ما لم يتوصل إليه البعض بسبب التعاطي الأصولي مع مصطلح الأحكام. قلة آيات التشريع لا تشير إلى نقص قانوني في أرض الواقع، بل هي إشارة إلى أن الأصل في التشريع هو الرجوع إلى الاجتماع. ثم تضيف بمقطع آخر قولك لم يقدم القرآن نظاما تشريعيا شاملا بالمعنى الفني بأي فرع من فروع القانون، رغم أنه عالج مسائل الأحوال الشخصية والعقوبات بشيء من التفصيل قياسا إلى المسائل المدنية الأخرى، إلا أن هذه المعالجة لا تصل إلى الحد الذي يبيح القول بوجود نظام تشريعي شامل. يعني قلة آيات التشريع وغياب التشريع ليس من الممكن أن يكون مرونة في الدين وليس تأصيل لمرجعية الاجتماع؟ هذا هو ده، هي دي مرجعية الاجتماع. يعني مصطلح المرونة اللي بتحكيه حضرتك معناه مرجعية الاجتماع. من أين تأتي المرونة؟ المرونة كون أن التشريعات قليلة لا تقدم نظاما شاملا بالمعنى الحقوقي المفهوم للنظام، معناه أنه التشريعات بحسب الأصل كما انتهيت إليه هي راجعة إلى الواقع الآني الذي كانت تحكمه وناتجة عنه، عن أسئلته الخاصة ومشاكله المحددة، وأنه في الوقت ذاته هي قابلة للاستمرار طالما كان السياق الاجتماعي الاقتصادي الأرضية اللي بتحمله متفقة معها ومتماشية مع الأحكام. فإذا كانت الأحكام نزلت بهذا الشكل استجابة لواقع اجتماعي معين، لخلفية اقتصادية سياسية نفسية عقلية في بيئة معينة، ثم استمرت هذه الخلفية هذه البيئة هذا التاريخ الثقافي إذا كان ما زال مستمر بنفس السياق، لن يفرض التشريع فكرة التغير. إمتى بيتغير التشريع؟ يبدأ التشريع في التغير حين تتغير البنى التحتية الكلية، الظروف الاقتصادية العقلية الطبيعية النفسية. عندما تبدأ في التغير يكون القانون انعكاسا للواقع الاجتماعي. الأصل في القانون كما تعلمنا من التاريخ كله أن القانون كان ينشأ انعكاسا لحالة الاجتماع الإنساني في الواقع، الظروف الاجتماعية الاقتصادية الثقافية العقلية. حين تتغير الظروف هذه يتغير القانون. ولذلك إحنا النهاردة ما احناش شايفين قدامنا قانون حمورابي، لأنه لا يمكن أن إحنا نتعاطى
بقانون حمورابي في السياق اللي احنا عايشين فيه. ولذلك ايضا من الواضح تماما انه الاديان السماويه الثلاث التوحيديه متفقه كليا في الايمان بالله وفي الاخلاق، ولكنها مختلفه كليا في التشريعات بسبب اختلاف البيئه التاريخيه. طب والاخلاق هذه حتكون مصدر القانون؟ لحظه بعد اذنك. التاريخ الديانات التوحيديه كلها متفقه في اصل الايمان بالله والاخلاق الكليه. التشريعات العبريه التي جاءت تلبيه لحاجات الاجتماع اليهودي العبري في مناطق متعددة مختلفة، في البداية شبه صحراوية ثم انتقلت إلى بيئة زراعية ومدينية، وكان حتى سفر التثنية ذاته فيه نبرة مختلفة عن نبرة الألواح الأولى اللي جاء بها موسى. وبالتالي كان التشريع حتى داخل السياق الديني الواحد بيتغير بتغير الجغرافيا وبتغير التاريخ. التشريع ما هو إلا انعكاس للاجتماع. التشريع لا يمكن أن يكون فكرة قابلة للدوام ولا للثبات. في اليهودية رغم الاتفاق بين الأديان كلها على أصل الإيمان، التشريعات مختلفة في اليهودية عن المسيحية عن الإسلام. بسبب إيه؟ اختلاف التاريخ والجغرافيا، أي بسبب اختلاف الاجتماع، ما يعني أن التشريع حقيقة اجتماعية. هذا أمر لا شك فيه. تضمن التشريع في النص الديني لا يغير من هذه الحقيقة. كون أن التشريع، إذا اتفقنا على أن التشريع حقيقة اجتماعية، فكونه يصير منصوصا في نص ديني هذا شيء لا يغير منه أبدا، أنه أصبح في نص ديني، لأنه الحق الله عز وجل هو الذي أراد هذا الخلق الاجتماعي المتغير، ولم يفرض الله عز وجل أبدا على الإنسان من بدء الخليقة وفي نهاية إلا نهاية الكون أن يكون له تشريع واحد ثابت لا يتغير. ربنا سبحانه وتعالى هذا عكس السائد أن كل النصوص ربنا ثابتة. ربنا قال في القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. مختلف اختلاف الجغرافيا، يعني هناك نص ثابت وهناك نص متغير. هناك نص ثابت وهناك نص متغير داخل النص الصحيح. طيب تقول أيضا الحضور المتواصل للدولة هو الذي كرس مفهوم الشريعة وليس العكس، أن حضور الشريعة في النص هو الذي أوجب إنشاء الدولة لتطبيقها. طيب وفق هذا المنطق يعني ما موقع تيارات الإسلام السياسي اليوم من وجهة نظرك، خاصة أن بعضها وصل إلى السلطة في الدول العربية؟ إيه المقصود بموقع؟ يعني كيف يعني؟ يعني كيف يمكنك أن تصف وفقا لهذا المنطق اللي تحدثت فيه عن الحضور المتواصل للدولة هو الذي كرس مفهوم الشريعة، كيف تصف تيارات الإسلام السياسي اليوم؟ نعم. شوفي، الدولة هي كائن اجتماع طبيعي ينشأ حين تتوافر الشروط الموضوعية اللازمة لنشوئه، سواء كان هناك دين أو لم يكن هناك دين. للدولة باعتبارها كائن اجتماع طبيعي، يعني كائن ذاتي ينشأ في ذاته، كائن غير موصوف ينشأ بشرائطه الموضوعية. الدولة ككائن اجتماع طبيعي لها ميكانيزمات عمل خاصة. في الإسلام الشائع في العقل السلفي الحديث بالذات أنه الدولة يجب أن تنشأ لتقيم الشريعة، وبالتالي وجوب الدولة هو انعكاس لوجود شريعة أصلاً
هذا قلب للحقائق التاريخية التي تمت في تاريخ الإسلام. في تاريخ الإسلام نشأت الدولة بالتزامن مع الدين، بمعنى أن الإسلام كان هو أن حضور الدين، حضور الإسلام كان هو عامل أساسي لنشأة الدولة، بمعنى أنه حرك بقية العوامل، دون أن يعني ذلك أن النص الديني القرآني بالذات تضمن إيجاب إقامة الدولة لكي تنشئ الدين. هذا معنى لاحق مستعار من الثقافة الفارسية الساسانية اللي تم جلبها إلى. طب وسؤالي عن التيارات اليوم، التيارات السياسية اليوم. التيارات القائمة اليوم هي امتداد للحركة الإسلامية اللي ظهرت كتقنين معاصر لسلفية العقل المسلم. تقنين لسلفية العقل المسلم. أي نعم، بمعنى أنه في النظريتين الكبار اللي حملهم الفقه والفكر السياسي الإسلامي، كنا قدام نظريتين. الأولى هي نظرية الخلافة السنية، الثانية هي نظرية الإمامة الشيعية. اللي حصل في تاريخ الإسلام السياسي أن الفقه كان يترجم الأمر الواقع السياسي، ولم يكن يتقدم السياسة ولا الحكم، بل كان يترجم الأمر الواقع وينظره كما هو بحالته.